العالمي لموسوعة جانس. هتسألني تقولي واحنا مالنا ومال موسوعة جانس؟ لا، هقول لكم ان لا مش هسألك، يا بحر المعلومات كله عندي. الله يكرمك. مش هسألك، لا. الله يخليك. هقول لكم ان الموسوعة مليانة الحياة بإنجازات كتيرة لناس كتير، بس انا النهارده هركز على انجازات الستات المهمه والمؤثره طبعا. مين والعظيمه. يشهد؟ طبعا طبعا، مين يشهد؟ اهلا بالستات. اهلا بالستات، صح. هنا هنا فعلا بالستات. بس زي مثلا في موسوعة جانس الحقيقه قريت عن معمره. المعمره دي بقت اكبر رافعه اثقال في العالم، وهي عمرها كام يا جماعه؟ تخيلوا، كام ده؟ 100 سنه. تفضلوا، ما شاء الله. بصوا الجمال. ربنا ده الصحه والعافيه والعمر الطويل. عندكم كمان لا ايه حب. في موسوعة لا بس جانس الشباب شباب، خطيره بجد، تدي الواحد بقى امل. العمر الرقم يا ابو سيد. طبعا بص، العمر الرقم، شفت وش امل سمكه امل في وشها؟ والحياه وحاجه روعه. في كمان اكبر ست معمره، وهي سيده من السويد، قدرت تعمل ايه؟ تقفز بالمظله، وهي قفز اسمه مظلي حر. يا وهي قلبها عندها كام سنه؟ كام؟ تخيل، 103 سنه. 103 سنه وقلبها جابت كده تقفز بالطياره. والله انا لو يوم قالوا لي تعالي اعملي قفز يا ابو زينب من على الكنبه دي، من على الكنبه دي، مش هعرف. ما شاء الله بجد. بصوا بقى، ده جامده. بسم الله ما شاء الله. العمر رقم يا جماعه، فعلا الحقيقه العمر رقم، واللي عايز بيعمل حاجه بيعملها، واهم حاجه ان احنا نحس ان احنا شباب من جوانا. هو ده اهم حاجه يا ابو سيد. انت عملت قفز بالمظلات قبل لا كده؟ لا ما عملتش، بس انا حاسس ان انا لسه عيل بلعب في الحاره. على فكره في الاقصر بيعملوا. انا عارف البلالين. طب ما تروح. اروح لازم تجرب على فكره. الشتاء وطبعا. والثالثه دي بص بقى، في الست السيده الروسيه اللي دخلت الموسوعه لانها خلفت، انا ما صدقتش الرقم، 63 مره يا جماعه. اهو بصوا ولادها، هم دول ولادها ولا احفادها؟ خلفت ولادها 63 مره. بسم الله دي دخلت الله. موسوعه جانس انها مخلفه 63 مره. انا مش عارفه ازاي العيله. بص حاجه، كانت بتخلف تقريبا كل اربع شهور في السنه مرتين ثلاثه. ده مش دي ما كانتش حامل في 9 شهور. بطاريه. بطاريه. ما كانتش حامل في 9 شهور. لا ده بص، بسم الله ما شاء الله، عيله عامله ازاي. الموسوعه اللي بيحب القراءه لو يعني قرا في الموسوعه هينبسط قوي. طبعا بنتنا المصريه لاعبه الاسكواش نور الشربيني القمر اللي دخلت عليك الموسوعه كاصغر لاعبه تتوج ببطوله العالم للاسكواش. تحيه كبيرة جدا 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 لنور، من البنات يعني الرياضيات المميزة جدا جدا، هي وزوجها كمان، وخدوا بطولات كتير. شفت مصر والحيوم، تحية كبيرة. ومصر من البلاد المتميزة جدا في بطولات الاسكواش، ودايما بقول يا رب الاهتمام بكل الرياضات تبقى زي اهتمامنا بالاسكواش. يا رب يا رب يا رب. تفكر تقرا الموسوعة يا شيف؟ اه طبعا. لا في الحاجات ديت انا تحبها؟ بحب الحاجات دي جدا. لا انا عندي بتحس المغامره، بتحس ان انا بالامل، وبتحسس ان انا عشت المغامره دي. بس على فكره بقى، انا عايزه اقول لكم على سر. الشيف حسن دايما بيقول انا في يوم من الايام هدخل موسوعه جانس ان شاء الله، وقرر هو استاذ